على الرغم من نقص العددي الأهلي يجيد الشوط الثاني أمام بيراميدز ويبقي على النتيجة كما هي بدون أهداف. كابتن علاء، الشوط الثاني بالرغم أن النادي الأهلي لعب ناقص إلا أننا فترات كتير جدا ما حسيناش بالنقص دوت. لأن النادي الأهلي لعب دفاع متأخر شوية، لكن عرف يقفل كويس كل المساحات اللي هي الخطر. وكان في فرص كمان، وكان في فرص للنادي الاهلي، بس في فرصه كمان لدود الجباس كانت خطر جدا، اللي هي الكره المعتاده ايمن اللي هي دايما ما فيش تفاهم بين القلب بتاع دفاع النادي الاهلي. لكن قبل ما اتكلم على الشوط الثاني كله، يعني كل التحيه لعيبه النادي الاهلي طبعا كلهم، بس خاصه اليو ديانج عامل الشوط الثاني ما فيش احسن من كده، واحمد فتحي كان كويس جدا كمان، ما تنساش هاني كمان، وهاني طبعا يعني هم الطرفين كانوا هايلين بصراحه. واليو ديانج عامل المباراه، عوض طرد السليه، مجهود مش طبيعي، مش دفاع كمان يا ايمن، لا مجهود كمان هجومي. الوحيد اللي كان بياخد الكوره ويجري بيها مسافات في الملعب هو اليو ديانج، سدد زي قويه جدا طلعها مهدي. لكن الشوط الثاني مجمله لا، دفاع منظم للنادي الاهلي، مش عيب انك بتلعب ناقص لعيب مع ضد فريق عنده عناصر هجوميه خطر لازم تقفل عليها مساحات. لكن هو المجهود كان زياده هو ده، لكن الحمد لله مفيش اصابات، ودي كانت الحاجه المهمه اللي كنا بنتكلم عليها. المجهود زياده قوي. قول سؤالك. كنت عايز اتكلم على حته النقص العددي. يمكن حته النقص العددي دي فادتنا شويه الشوط الثاني، فادتك ان انت ممكن تقابل الضغط دوت في ماتش الوداد هناك. ماشي، بس انت هتقابل الوداد، ما هو الوداد مش زي بيراميدز، الظروف مختلفه ايمن. لكن هقول لك حاجه، النقص العددي فادك في حاجه، انت بذلت مجهود زياده مضاعف، بس تركيزك كان قوي قوي في حاجتين. ما تبقتش كوره، وازاي تقفل كل مساحات الخطر اللي ممكن تعمل عليها خطوره انت كنادي اهلي. ودي هتفيدك كويس قوي بقى في الماتشات اللي هي عايزه 90 دقيقه عنك ما ترميش زي ما بيقولوا. هو النهارده ده اللي استفدت انت منه، مجهود زياده، قافل مساحات الملعب، كله بيبذل اقصى مجهود، كله مش عايز يغلط، كله شايف المساحات مقفوله كويس قوي. تحس ان في مش 10، في 20 لعيب في الملعب. وبعدين حاجه مهمه جدا النهارده الشوط الثاني حصل في النادي الاهلي تقريبا كده من غير حد ما يقول لهم، لان دي حاجه في لعيبه النادي الاهلي، ممنوع الخساره، انا مش هخسر النهارده. ده كان المبدا اللي لعيبه الاهلي بتلعب بيه النهارده. انا مش هخسر النهارده، طرد مني واحد، طرد مني اثنين، اي حد، انا مش هخسر النهارده. ده المبدا اللي نزلوا بيها ايمن الشوط الثاني. عشان كده الشوط الثاني تحس لعيبه النادي الاهلي لا مختلفه تماما. حتى التغييرات اللي بيتغير نازل، لا ما فيش خساره النهارده، انا هبذل اقصى مجهود بس بذكاء. ما انا ممكن ابذل مجهود كتير قوي ايمن، بس اجري على الفاضي اتعب، انما لا، انا اجري امتى، اقف امتى، اتحرك امتى، اقفل امتى، اقابل امتى. هو ده النهارده عمله لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني.